السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام من قناة رافدين، نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في صحيفة المدى نقرأ أطراف في الإطار التنسيقي تعتزم تدويل أزمة نتائج الانتخابات. في الشرق الأوسط مبادرة الحكيم لانتخابات العراق تطمئن الخاسرين وتقلق الفائزين. موقع الحرة: ماكنزي إيران أغرقت الإنترنت بمعلومات مضللة عن الانتخابات العراقية. في العرب الجديد: العراقيون يدعون إلى مسيرة أمهات ساحة التحرير للمطالبة بالكشف عن قتلة المتظاهرين. في الجزيرة نت: 14 قتيلا في مظاهرات السودان، وبلينكن يؤكد شرعية حمدوك. في القدس العربي: حلفاء الرئيس التونسي ينقلبون عليه ومعارضوه ينتقدون ميزانيته غير التقشفية. أخيرا في الخليج الإماراتية: مينسك ووارسو تتقاذفان المهاجرين، مخيمات مؤقتة وتلويح بالسلاح. ليس واردا أن تمر الأزمة التي نتجت عن محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في خضم الصراع حول نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة. فاروق يوسف يقول في موقع ميدل إيست أونلاين إن المعترضين على تلك النتائج وهم المتهمون بالقيام بتلك المحاولة يسعون الآن إلى أن يضعوا تلك الأزمة وراء ظهورهم، انطلاقا من فرض أجندة تفرض أصواتهم المحتجة على المشهد السياسي في العراق. لا يزال زعماء الكتل السياسية والميليشيات الموالية لإيران يعدون جمهورهم بقلب المعادلات التي يمكن أن تنتج عن الانتخابات، بما يشير إلى إمكانية الانقلاب على النتائج أو إعادة الانتخابات بغض النظر عن موقف المؤسسات الدولية. ما تدعو إليه الميليشيات لا يبعد قيد أنملة عن دائرة التمسك بنظام المحاصصة الحزبية كما وضعته سلطة الاحتلال الأمريكي وحمته ودعمته إيران، وهو ما يثبت أن القوى المحتمية بإيران لا ترى في الانتخابات إلا شعاراً مهلهلاً ترضي من خلاله الولايات المتحدة والغرب ودعاة الديمقراطية الناقصة والرثة من ورائها. الانتخابات بالنسبة لها هي عرس مؤقت تعود الأمور بعده إلى ما كانت عليه من قبل، ما لم تكن الميليشيات تضعه في حساباتها بسبب عمى السلاح أن ما تفعله سيعود عليها بالخسارة. وبالفعل فقد هدم الحشديون في الزمن القليل الذي اصطدموا به بحكومة الكاظمي ذلك الصرح الوهمي الذي شيدوه في مخيلة الجماهير الخاضعة لقداسة المرجعية الدينية، حيث صار الحشد الشعبي يحمي القتلة واللصوص، بل ويفاخر بأنه يقوم بذلك تنكيلاً برئيس الوزراء، فإن ذلك كان اعترافاً علنياً بأن الحشد الذي قيل إنه مقدس لا علاقة له بالوطنية ولا بالنزاهة ولا بالعدالة. الكاتب يرى أن محاولة اغتيال الكاظمي ليست إلا الضربة القاضية التي لن تنجح إيران في إنقاذ أحزابها وميليشياتها من تداعياتها، غير أن الصراع قد لا تحسمه معركة واحدة، فالحشد الذي انطلق من فتنة طائفية سيتمكن من البقاء حيا بفعل امداده بالهواء الايراني، وهو موت سريري، ولكن موته النهائي يعتمد على مدى صدقيه خصومه ووطنيتهم. في صحيفه العرب الجديد يقول عبد اللطيف السعدون ان مشكله العراقيين مع ساستهم من زعماء الميليشيات وقاده الكيانات السياسيه هي مشكلة أبناء العشيرة مع طرفي الخصام في الحكاية الشعبية، إذ إن كلا من هؤلاء السياسيين يسعى إلى مواصلة الاستحواذ على السلطة والمال والقرار، فيما سيظل العراقيون يبحثون عن شربة ماء وحبة دواء وفسحة من الأمن والأمان.
إذا احتكم أولئك الزعماء والقادة إلى صناديق الاقتراع وفق ما تقتضيه اللعبة الديمقراطية التي يزعمون إيمانهم بها، فإنهم عندما شعروا عند ظهور النتائج أن حسابات الحقل لا تطابق حسابات البيدر وأن الأمر قد يجر إلى خسارة سلطتهم ومحاسبتهم عما جنته أيديهم عقدين، تنكروا لما وعدوا به واستلوا سيوفهم وراحوا يضربون يمينا وشمالا ويتبادلون الاتهامات والتهديدات بالقتل والتصفية بعضهم لبعضهم الآخر. وفي هذا السياق لم يتورعوا عن تدبير محاولة لاغتيال رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لينفضح هذا النمط من السياسيين الذين ساقتهم الولايات المتحدة من الأزقة الخلفية لدول الغرب والجوار، حيث كانوا بين مزدوجين يجاهدون لتقذف بهم في عاصمة الرشيد كي يحكموا بلداً عمر حضارته أكثر من 6000 سنة، وقد فقدوا الآن أعصابهم لمجرد خسارتهم بعض المقاعد في الانتخابات البرلمانية التي أرادوا منها أن تعيد إنتاج سلطتهم على نحو يرضي أحلامهم، وكشفوا عن إيمانهم المزعوم بالديمقراطية وحقوق الإنسان، وحتى عن عدم احترامهم للدستور الذي فصله على مقاسهم الأمريكي نوح فيلدمان. لحقت بكل هذه التداعيات وكمحصلة طبيعية لها حالة استعصاء قد تقود إلى العجز عن إنضاج عملية تشكيل حكومة فاعلة في وقت قصير، علق عليها البعض ممن يحسنون الظن بالأيام آمالهم الموؤودة. الكاتب يرى أن الأيام المقبلة ستكون حبلى بالمفاجآت التي قد تعيد الوضع إلى المربع الأول، وقد تتصاعد التوترات والصراعات لتأخذ طابعا أكثر حدة، ربما يفضي إلى استخدام السلاح، خصوصا أن الميليشيات ومعظم الكيانات السياسية تضع في أيديها مختلف أنواع السلاح، إلى درجة أن لدى بعضها طائرات مسيرة وصواريخ زودتها بها إيران لاستخدامها عند الضرورة. في الوقت الذي حاول فيه العراقيون الاحتفاء بيوم بغداد في 15 من شهر تشرين الثاني الذي يوافق ذكرى تأسيسها على يد الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور، فإن حاضرة الدنيا باتت واحدة من أسوأ مدن العيش في العالم بسبب تعاقب حكومات عليها على مدى عقدين من الزمان اتسمت سياساتها بالتخبط والفساد. وهذا ما أشار إليه جهاد بشير في مقاله بصحيفة البصائر. حين يتحدث المؤرخون عن قرون الازدهار التي صنعتها بغداد عبر تاريخها الطويل، فإن التصورات لا ينبغي أن تتجه صوب حالة مادية محضة مؤطرة بالخيالات والصور الباهرة فحسب، بل لا بد من استحضار الروح التي كانت تعيشها المدينة وتغمر أهلها بها ومن حولهم. لقد كانت بغداد مشكات للسلام والأمن ومأوى للعلم والفنون على تنوعها وتعدد اتجاهاتها، وحين يكتب اليوم عن مناقب بغداد ومآثرها فلا بد للتأملات والخواطر أن تفعل فعلها في التوجه نحو مسار العودة إلى تلك الأمجاد والرجوع صوب حقبة لم يشهد التاريخ مثيلا لها في الجمع بين الجمال والجلال والفخامة والرفعة، بين العلم والجهاد والسياسة والإنسانية، وبمعنى أوضح حقبة تفيض بها الحياة. وإذا كان بعض الناس يرى وهو يستذكر هذه المناسبة أن تلك النعوت والأوصاف لا تصلح أن تطلق على بغداد في يومنا هذا، فإن له حقا ظاهريا في ذلك بالنظر إلى القشور وإلى واقع الحال، ولكن إعطاء هذا الحق مجرداً لا يصح، إذ لا بد من صناعة اتجاهات شعبية بمزايا علمية وثقافية تبعث بغداد من جديد وتنتشلها مما أصابها من البأساء والضراء التي رغم قساوتها وشدتها لم تستطع أن تخبو شعاع المنصور ولا أن تثلم سيف الرشيد.
ويختتم الكاتب بالقول إن بغداد التي شعت نوراً من قلب الظلمات وخرجت علماء وقادة في كل الاتجاهات رغم وقوعها تحت اجتياحات المغول تارة والفرس في أخرى الذين تناوبوا على تدميرها ومحاولة اقتلاع هويتها، لهي قادرة أن تعيد الكرة مرة أخرى ومؤهلة لتفرض على التاريخ عودة مجيدة تمحو بها أوساخ الاجتياحات المعاصرة وتداعياتها ومخرجاتها أيضاً. ترشح سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر للانتخابات الرئاسية في ليبيا والمقررة في 24 من شهر كانون الأول المقبل، وما خلفه من جدل لم يضفي شيئاً للمشهد المعقد جداً في ليبيا. محمد كريشان يرى في موقع عربي 21 أن الانتخابات في ليبيا لن تكون مخرجاً من الأزمة المستفحلة في هذه البلاد بقدر ما ستكون على الأرجح فصلاً جديداً من فصولها. في انتظار معرفة بقية الترشحات وما سيحصل بشأنها وما نتائج الطعون التي قد يتقدم بها هذا أو ذاك، فإن كل ذلك لن يغير شيئاً من التوجس المصاحب لهذه الانتخابات. هذه أمثولة العراق وإثيوبيا اليوم، وقبلها دول عديدة تمرد الخاسرون فيها على حكم صندوق الاقتراع، فتمزقت بلدانهم في حروب أهلية أو انزلقت لحكم الفرد. مرد هذا التشاؤم ليس فقط استمرار الانقسام في المؤسسات السياسية والأمنية الليبية، وإنما أيضاً غياب الحد الأدنى من التوافق السياسي بين الأطراف المتصارعة تمهيداً للذهاب إلى صناديق الاقتراع، وكذلك غياب قاعدة دستورية تسند هذه الانتخابات قانونياً، ومع خطر إجراء انتخابات رئاسية دون دستور، لأن ذلك سيعني بالضرورة إرساء لحكم الفرد بين مزدوجين الزعيم. فإن ما يقلق أكثر هو التعاطي الدولي مع الأزمة الليبية، لأنها تظهر ليس فقط انقساماً حاداً بين معسكرين يؤيد كل واحد منهما شقاً ليبياً على حساب الآخر في ظل قوات أجنبية ومرتزقة لم تغادر التراب الليبي بعد، وإنما أيضاً نوعاً من القبول بالتعامل مع هذه الكيانات المتصارعة لأنها مجرد عناوين يمكن التحدث معها بغض النظر عن شرعيتها أو تمثيليتها، فيما يضمر البعض قناعة مخيفة هي أن ليبيا لا يمكن أن تحكم إلا بقبضة حديدية وزعامة رجل واحد. الكاتب يتساءل هل إن تأجيل الانتخابات يمكن أن يكون الحل؟ لا أحد يمكنه الجزم بذلك، لكن الأكيد أن إجراءها في الظروف الحالية محفوف بالمخاطر إلى أبعد الحدود، خاصة وأن الوقت ضيق للغاية لمعالجة الإشكالات القائمة أمام نزاهتها. وبين كل الفرضيات تبقى أيدي الليبيين على قلوبهم، وكذلك الدول المجاورة والمحبين لهم. اعتبرت صحيفة لو فيغارو الفرنسية أن الرئيس التونسي قيس سعيد أصبح سبب كل شرور وعلل تونس بسبب الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها في 25 من تموز الماضي. أشارت الصحيفة إلى أن الغضب ضد الرئيس التونسي بدأ بالتنظيم من خلال سعي شخصيات تونسية على مدى أسابيع من أجل رص صفوف المعارضة ضد قيس سعيد. الصحيفة قالت إن وجهات النظر في المظاهرة المناهضة لإجراءات سعيد الأحد اختلفت في ظل مطالبة البعض برحيل الرئيس قيس سعيد وتجديد البعض الآخر على أن الرجل انتخب بشكل قانوني وأن الشيء الوحيد الذي يجب أن يدفعه للذهاب هو انتخابات جديدة. ورصدت الصحيفة حالة من الغضب ضد سعيد وصفتها بالواضحة، حيث اعتبرت أن رئيس البلاد أصبح سبب كل شرور أو علل تونس، بما في ذلك تلك التي كانت موجودة قبل وصوله إلى قصر قرطاج. وبحسب الصحيفة الفرنسية فإن بعض التونسيين
يعتبرون أن الرئيس قيس سعيد فاقم من مشاكل البلاد التي يجد اقتصادها نفسه في حالة سقوط حر، والدينار ينهار وتكلفة المعيشة آخذة في الارتفاع، كما أن البعض يتهم سعيد بتقسيم المجتمع التونسي. وتابعت الصحيفة التوضيح أن المشاركين في مظاهرات الأحد اضطروا لأن يسلكوا طرقاً التفافية كبيرة للوصول إلى المسيرة الاحتجاجية في ظل خشيتهم من أن توقفهم الشرطة، بما في ذلك بعض رجال الأعمال الذين يخشون الانتقام. وأكدت الصحيفة أن معظم المتظاهرين ضد قيس سعيد لديهم بروفايل مماثل، فالعديد منهم صوت له في الانتخابات الرئاسية في تشرين الأول 2019 ضد نبيل القروي المتهم بالفساد. الصحيفة تشير إلى أنه لم تظهر أي أعلام حزبية في تظاهرات الأحد أو في الاحتجاجات السابقة، لكن تم التلويح باللافتات التي تظهر سيف الدين مخلوف النائب المعتقل حالياً، والحضور القوي للإسلاميين في المظاهرات يزعج الليبراليين واليساريين. من المقرر أن تعود المفاوضات النووية بين إيران والقوى العالمية في فيينا في 29 من شهر تشرين الثاني الجاري، لكن العودة إلى الحوار بعد 5 أشهر من التوقف لا تعني أن في الإمكان الذهاب بعيدا في التفاؤل حيال فرص التوصل إلى إعادة إحياء الاتفاق النووي. أسعد عبود يرى في صحيفة النهار العربي أنه من المواقف الإيرانية والأمريكية يمكن الاستدلال إلى الصعوبات التي تنتظر المفاوضات. المسؤولون الإيرانيون يصرون على مطالبة إدارة الرئيس جو بايدن بمنح طهران ضمانات بأن الإدارة الأمريكية المقبلة لن تكرر ما فعله الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2018 عندما أقدم على سحب الولايات المتحدة من أسوأ اتفاق تم التفاوض عليه بحسب تعبيره، وعاود فرض العقوبات على طهران ما أدى إلى شل الاقتصاد الإيراني وارتفاع التضخم والأسعار، بيد أن إدارة بايدن حتى الآن غير قادرة على توفير مثل هذه الضمانات، وذلك لسبب الرئيس، إذ أن المسألة تتطلب تحويل الاتفاق إلى معاهدة، والمعاهدة سيتعين طرحها على مجلس الشيوخ الذي لا تتوفر فيه غالبية تؤيد الاتفاق النووي، وعليه لا يستطيع بايدن في وضعه الحالي سوى تقديم التزام سياسي بالاتفاق. وفي حال أصرت إيران على طلب الضمانات للمستقبل، فإن فرص التوصل إلى إحياء الاتفاق عبر مفاوضات فيينا تصير موضع شك. إن فشل الجهود المبذولة لإحياء الاتفاق النووي يفتح الباب أيضاً أمام احتمالات نشوب مواجهة شاملة، والتدريبات الجوية التي تجريها إسرائيل مترافقة مع تمارين للجبهة الداخلية على احتمال تعرضها لسقوط أكثر من 2000 صاروخ يومياً تدل على أن البديل للاتفاق النووي سيكون ذهاباً نحو التصعيد. الكاتب يرى أن مفاوضات فيينا تقف هذه المرة عند نقطة مفصلية وحاسمة، وأجواء واشنطن تشير إلى أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل نهاية السنة فإن فرص إحياء الاتفاق النووي ستكون تقريبا معدومة، وتاليا يبدأ الإعداد للخطة باء من كل الأطراف. اقتحم غزال مستشفى أمريكيا في مدينة لويزيانا حيث دخل من بوابته الرئيسة وتوجه إلى قسم الإسعاف في الطابق الثاني عن طريق السلم الكهربائي وكأنه يطلب العلاج بعد تعرضه لحادث مؤلم. دخل الغزال مسرعا إلى المستشفى بعد أن صدمته سيارة على أحد الطرقات المجاورة، ليبدو وكأن الحيوان الجميل يبحث عن رعاية صحية تنقذ حياته، لكن الحظ لم يكن حليفا له للأسف. اصطدم الغزال بالموظفين والمرضى داخل المستشفى بسبب سرعته الكبيرة وتوتره الشديد، بالإضافة إلى أن طبيعة أرض المستشفى لم تساعد الغزال على السير بشكل جيد، الأمر
الذي أعرضه للانزلاق المتكرر. وبحسب موقع نيويورك بوست، لم تتمكن الفرق الطبية من معالجة الغزال، لذلك قامت إدارة الحياة البرية والثروة السمكية في لويزيانا في وقت لاحق بتنفيذ القتل الرحيم بعد أن وجد أنه مصاب أو بعد أن وجد أنه مصاب بجروح خطيرة جدا في جيوبه الأنفية وفي رأسه. والآن مشاهدينا إلى رسوم الكاريكاتيرية. ومع هذه الرسوم نصل لختام حلقة اليوم من صدى الأقلام. في صدى أقلام جديد نلتقي بحول الله وقوته. دمتم بخير مشاهدينا، إلى اللقاء.